صباح الخير. صباح الخير جوزيف، شو اخبارك؟ ماشي الحال. تمام، انت شو الاخبار؟ بدايه الاسبوع نشيط؟ نشيطه ان شاء الله. عندك حدا بحياتك بتحسي بيدعي لك من دون ما تعرفي هو بعيد عنك ما عدا الوالد؟ الاهل وال الحقيقه ما بعرف، بس من بعتقد انت كمان جوزيف، كل الاشخاص اللي عم بيحضرونا بعتقد في كتير اشخاص ما بنعرفهم وعم نفيدهم عبر كل النصائح اللي عم نعطيها من خلال السنين اللي قطعت. بعتقد انه ايه، في كتير ناس عم بتدعي لي. حبيت جوابك، مزبوط، انا كنت غافله عني هالقصه. ما في ناس ما بنعرفهم بس بيعرفونا يا جوزيف. كلا. صبية وزنها 95 كيلو، عمرها 31 سنة، عملت رجيم وقت وصارت تمشي على الماشين تريدميل وما نحفت أبدا، أخذت دواء منحف وضعفت عليه بس وقفته رجعت نصحت. هلا المشكلة أول شيء بدنا نقول إنه دائما بعض الأشخاص بيعتقدوا إنه بمجرد إنه بلشوا على الرياضة رح يخسروا وزن، هل هيدا الشيء مزبوط؟ بيخسر الواحد وزن وقت يبلش يتحرك، إنما الرياضة لحالها مش كافية، ودائما بنقول يعني حتى في أشخاص بيضعفوا من دون ما يعملوا سبور، من دون ما يعملوا أي رياضة، بعدين نحن أكيد كاختصاصيين مش مع هالفكرة، بالعكس بنقول إنه الرياضة لازم تمشي مع الرجيم، بس إذا ضلينا عم ناكل مثل ما نحن عم ناكل وبس مشينا على مشينا أو عملنا أي نوع رياضة ما بيكفي حتى نخسر من وزننا. من هيك الرجيم ضروري، تخفيف الأكل ضروري. هلأ المشكلة إنه مثلا يلي بيقول لي أنا عم باكل خبز نخالي أو مثلا مخففة لنقول الرز، بس بدنا نفسر إنه هي كمية الأكل بالمطلق، حتى لو عم باكل خبز نخالي بس بعدها كتير الكمية ما رح أضعف، ما رح أخسر من وزني. نعم. بينما بالنسبة للحبوب التضعيف اللي أخذتهم اللي ما رح نقول اسمهم، بدنا نقول للكل ما في أدوية بتخلينا نخسر وزن، أول شيء من دون ما نتضرر. نعم. بصورة خاصة يعني. ثانيا إذا زمطنا وما صار لنا شيء بنرجع بننصح دوب. طيب في أدوية بتسد الشهية، هل أنت قصدك عنها؟ بس في أدوية بتنزل مع الخروج والبول الدهون من الجسم. إيه هالأنواع من الأدوية جوزيف ممكن أنه تساعد. نعم. إنما النسبة كتير بسيطة ونحن فينا نخفف بكمية الدهون اللي عم نكلها. نعم. من دون ما نضطر نلجأ للأدوية اللي بتخلي امتصاص الدهون. صحيح، بس هي تختلف الدهون عن هديك، يعني هيدي طبعا أفضل تختلف شوي. لأنه نعم. ما بتشتغل على الجهاز العصبي. نعم. وما بتتدخل بهرمونات الجسم، بس بتأثر على أنزيم يلي بيهضم الدهون. نعم. بتخفف من عمله، فبالتالي وقتها ما أهضم جزء من الدهون اللي عم بكلون بينزلوا بالخروج من دون ما يمتصون الجسم، إنما النسبة قليلة وبدنا ننتبه. نعم. كمان على الكمية. سهام صباح الخير. سهام خير، أعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضلي. يطول عمرك. بدي أسأل مدام كارلا عن السياسيت. نعم. شو فايدتها وكيف استعمالها بأي وقت؟ اوكي، هلا التشيا سيدز هلا كثير طالعتها مثل ما فتره طلعت الكينوا. الشيء الخاص فيهم انه اولا طبعا مصدر جيد للالياف ومصدر جيد للاوميجا 3 او دهون الاوميجا 3. من هيك هلا عم بينصحوا فيهم، فينا نستعملهم بكل شيء، فينا نحطهم مع السلطه، فينا نخلطهم مع العجينة إذا عم نحضر مثلا عجينة خبز أو بيتزا، فينا نخلطهم مع الرز، فينا نرشهم فوق السوب، كله بينفع. هي شو، نبتة؟ ما هو هي بذور يعني؟ نوع من البذور. كيف عندك بذور السمسم، حبة البركة، أنا عندهم بالبيت بس من شو بيخرجون؟ نبتة طبعا. نبتة يعني. هي نبتة طبعا بتعطي هالبذور وتستعمل، يعني اكتشفت انه نسبة الدهون خاصة دهون الأوميجا 3 فيها عالية، وطبعا الألياف اللي فيها كمان عالية، بالإضافة لفعاليتها مثل كتير من النباتات احتواء يعني على الأنتي. فترة بيطلع مثل الكينوا طلع كمان مؤخرا وانتشر، وبعدين الاوتس، بعدين الاوتس قطع كمان فترة. هلا كلها اشياء كثير منيحة. نعم. طبعا بنذكر انه في عندك السمسم كمان لازم ما ننسي، حبة البركة، زدوها كمان على الأطعمة، البذور اللي نحن معودين عليها ما ننسيها. انا بعرف كمان كيك بنعمل من شياسيس وبدون طحين، يعني مع بيطلع بيكونوا حاطين بدل الطحين يمكن طحين اللوز. صحيح.
طحين اللوز اكثر شيء بيمشي مع هال. ناخذ امينه صباح الخير. اهلا بونجور. تفضلي امينه. اكيد بدنا نحكي مع مدام كارلا. اكيد تفضلي امينه. بونجور مدام. اهلا بونجور. بدي اسالك عن اللوز. نعم. والبندق والجوز اذا منقوع بتروح قيمته الغذائيه ولا لا؟ اجمالا لا، بيخسر شوي من بعض يمكن الفيتامين اللي بيروح بالمي، انما كقيمه بتضل منيحه. هلا افضل انه ناخده مثل ما هو من دون ما ننقعه ونخليه مع قشرته. ثانك يو امينه. ندى صباح الخير. ندى بونجور، سمعتينا من التليفون مش من التلفزيون؟ وطي التلفزيون شوي. الو. اي ندى تفضلي. الو. 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 بونجور. صباحو. اهلا يا ندى. مش كثير سامعتكم. طيب. تسمعينا من. بونجور. بونجور من التليفون؟ ايه من التليفون. اوكي. هلا عم تسمعينا؟ اسال كارلا الدكتورة. تفضلي. انه انا عملت باي باس. نعم. بونجور من التليفون اكيد. ايه عم بسمعك. هلا بدي اسالك انه انا عملت عمليه باي باس. نعم. ولي 6 سنين وضليت على وزن معين، يعني ضعفت، كنت 111 كيلو. نعم. وهلا عم بحس اني عم بنصح، يعني صرت نصحانه شي 5 كيلو، بعدني على نفس الاكل وعلى نفس يعني ما عم بقدر اكل حتى. اوكي. اوكي. بس بدي اقول لك ندى، ضروري تضلك تكوني عم تتابع مع الطبيب لحتى يشوف كل هالعمليه اذا شو تغير بجسمك الى اخره. ومثل ما سبق وقلت قبل بمرة جوزيف، ما بعرف إذا كنا أنا وياك وقتها، قلت إنه عمليات تصغير المعدة إن كان السليف أو البايباس، البايباس أقل من السليف، بيرجع هالجيبة الصغيرة صغيرة اللي ممكن يكونوا مش يمكن يلي بيتركوها للمعدة تضل عم تفرز بعض الأسيد والأنزيمات، مع الوقت بترجع بتكبر شوي. أوكي. وبالتالي بيرجع الواحد بيقدر ياكل شوي زياده من دون ما ينتبه. هلا ندى كانت عم تقلنا انه اكله هو نفسه، بس عم ترجع بتنصح ممكن انه تكون عم تاكل زياده قليله بس ما عم بتحس، بس بمجرد اكلت شوي زياده لشخص كان عم ياكل كثير قليل جسمك اكيد رح يمتص هالزياده ويرجع ينصح. هلا بهيك حاله الاول شيء طبعا بنشجع انه الواحد يعمل سبور، لانه الكميه الزياده اللي عم بيقدر ياكلها يكون عم بيحرقها بالرياضه الزياده، وطبعا ينتبه نرجع بنقول كمان مره على شو عم ياكل، وما ما بيضر انه ترجعي تشوفي طبيبك خاصه بقصه الباي باس، لان اجمالا يلي بيعملوا الباي باس واللي هي العمليه اللي بتحول مجرى الطعام من المعده مباشره للمصران ما بيرجعوا بياخذوا وزن. واذا مثل غير عمليات، في غير مثل عمليات مثلا السليف بيرجعوا بينصحوا خلال يمكن 2 أو 3. هلا ممكن انه تكون اخذت هال5 كيلو بس اذا انتبهت ما بقى بترجع بترد غيرهم، بس منيح انه اللي عم تنتبه لحتى هالزياده ما تزيد عن حد معين. تنتبه للحلو، اهم شيء الحلو. اهم شيء الحلو يعني. صحيح. طبعا في عنا فرانسيس، صباح الخير. صباح النور مستر جوزيف. اهلا اهلا، كيف يعطيكم العافيه. الله يعافيك، تفضل. بدي اسالها للمدام بخصوص موضوع حب سويكه الموز. نعم. تسلم. انا كنت كانديدا لديابيت، كانديدا يعني وصلت ل 6.3. نعم. بس الكوتيديان دائما عندي عظيم 91 90 91. هلا رجعت نزلته مدام من الريجيم من 6.3 صرت هلا 5.6 الحمد لله. كثير منيح الحمد لله. بس هلا بموضوع الموزي، في ناس بيقولوا لي انه ليه ما تاكل الا موزتين، اكس من الناس اوعى بالجمعه، اما في ناس ثانيين وسبيسياليست، يعني مع احترامي لك تنقول سبيسياليست يعني بالدومين،
ايه بيقولوا لا لا هاي الموزه في حبه فواكه مثلها مثل غيرها، بتاكل حبه كل يوم صغيره كانها مثلها مثل غيرها. انت فوزيت افيك كل ايكول. انا مع الايكول الثانيه اللي اخر وحده اللي قلتها انه الموزه مثلها مثل حبه اي حبه فواكه ثانيه، لانه بالنهايه كميه السكر اللي بقلب حبه الموزه طبعا نحن عم نقارن بنفس الوزن قد كميه السكر الموجوده بالتفاحه قد كميه السكر يمكن الموجوده بحبه الاورانج او البرتقال. هلا طبعا في عندك موزه وعندك موزه، نحن عم نحكي على يعني البلد مش الصومالي يعني. الصغيره يعني بدنا نقارن الفاكهه نعم. مثل بعض. هلا طبعا في عندك نظريات بتقول انه مثلا اذا اكلت تفاحه وحسبت الجلايساميك اندكس عندك يعني قديش السكر طلع بدمك بعد التفاحه يمكن بيطلع اقل مع التفاحه من ما اذا اكلت موزه وفحصت السكر مع الموزه بيطلع اكثر. بس انا حتى لو هالشيء مظبوط بعدني برجع بقول انه مفعوله هالسكر بالجسم رح يكون مثله مثل اي فاكهه اذا كانت جايه صح من العنب من التين من مهم نحن نمشي على البورسيون او على شكلك بتحب هالفواكه بقى كثير منيح بصفي كل يوم اذا اكلت موزه صغيره ماشي الحال. ليش صرت اعرف انه شو رح تجاوبي؟ حفظتك هلا خلص جوزيف انت تخرجت من مدرستك عن جد دكتور بالنيوتريسيون دكتور جوزيف انا بعد اسئله بنجاوب عليهم. ثانك يو ثانك يو لك كارلا. طبعا نحن يوميا بنستفيد من معلوماتك ودائما في شيء جديد ناخذه طبعا ما في شك. ميرسي جوزيف حتى لنا. ثانك يو لكل المشاهدين اللي اتصلوا فينا. بترجعوا بتشوفوا كارلا بكره على رد بموضوع جديد. لكل المشاهدين كمان بريك جدا قصير وبعدها بنعود للمتابعه مع ضيوفنا من طرابلس. خليكم معنا.